تفضل. تعدى على البزبوكة. هاي احكي لي شنو صار لك بالضبط. يا كروي خاف من الدهمان. من اما ولي؟ وليتي كيف؟ نخدم نحات ورصير. هذه خدمتي نحات ورصير. ونخدم في سجين سجين. خاطر في الثورة أيام تاع وقت الثورة أنا في السياق يعني. نعمل لهم في مجسم في مدخل المدينة تاع تجميل المدينة. رواحة بعد هذاك بعد مدة يمكن المدة هذيك زوج مع الأمن المرة الأولى يلوجوا على ولدي ما قوشوا. ولدي معناها مشارك في القضاء وهما زوج ولاد. ما نعرف عملوا ما عملوش مش ما غطوش الحقائق. عملوا ما عملوش الله أعلم. خاطر وقع حرق ونهب والله أعلم شكون حرق وشكون انهب. فهمتي؟ فهمت. أنت وزارة الداخلية؟ ها؟ على وزارة الداخلية جاوب شي حاسبوه؟ جوني للدهماني داري. أي. جوني للدهماني داري نهار 19 مارس بال 11 متاع الليل. فهمت. نهار السبت بال 11 متاع الليل. جت فرقة منكم باهي جي 30 عون من أعوان الأمن متاع تجرويد. برمخة الحرس الترابي متاع مدينة الدهماني. فما شكون طلع فوق السطح السلاح نتاعو وفما دخلوا الداخل معناها واحد وفما حاصرين الدار. هاي المشكلة كلها باش دخلوا يقوه تفل باهي ما هو عمل معناها كل عمره 20 سنة هو ما يعملش حتى 50 كيلو حسب التقرير. هما المعاقين هذاما والمهمشين الاجتماعيين تلقى حتى من اولادهم مبسوطين من الدم ناقصين تغذيه. نزلت البركه. طلعوا بيه برا هزوا بطريقه قانونيه، فما قانون هزوا بطريقه قانونيه ما قلناش لا، هزوا بطريقه قانونيه اعمل معاه تحقيق. فهمتي؟ فما قانون تبقوا عليه مش ضد القانون ولا ضد رجال الامن. صحيح. اما مش تعملوا كوت بيه واربعه من الناس هرسوا بيه. كاين حيوان حتى الحيوانات عندهم جمعية ترفق بالحيوانات ولا أدهى من أذار كل أمر يضربوا أمه جت تحز عليه جت تطيحوها ونايا هاي هاي كاكا ولدي فهمت ولا لا يعطيني هكا جزي من هنا فهمت ها هو راسي ها هو راسي ضربة وجزي راسي حتى هو مدير يعطيني ليش ها هي دوت على ها هي ها هي بالذات رجلي ليش ها هي بالذات تو كبت رجلي ها وجهي رجلي نفسها رجلي نفسها هذاك كله فهمتني لا هذه ثورة المجد من أجلها شباب شباب تونس فهمتني لله ولا هل أنت ترى المعاق عزالة من عزالة المجتمع ولا هل أنت ترى نحترم اللابس كومبلي ولي فهمتني لله هذاك نحترموه المعاقين وحتى بالحضارة الفرنسوية فما بروفيرب مثل بين قوتين كل كلوب بارتيكيلي سينو با بارتيكيلا Moi, ce que je demande, c'est de respecter mon handicap, mon dignité, mon honneur. Je suis là, et pas pour demander une aide matérielle ou une chaise roulante. Je n'ai pas besoin de pitié, car j'ai horreur de la pitié. Ce que je veux, c'est mon droit. وانت جيت في الترام من الملكيف؟ جيت في الترام واحد عادي تو من الهارين ما كانش هناك الهارين نعطيك حاجة هاو بيت القصيد لو روبي خط الروح مجددا بالشهيد أبو عزيز وقصصت له ما جرى إلي لأضرم النار بجسده ثانية وقال هذه الكرامة والحرية الذي استجهد من أجلها شباب في ربيع العمر. تحية تونس. تحية تونس.